السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك دكتور قريبان. أنا يا معجبة بزاف بالبرنامج ديالك. أنا والزوج ديالي دائما كنتبعوك على أثير ديال الراديو ديالكم ديال ميدراديو. بارك الله فيك بنتي مريم. الله يبارك فيك دكتور قريبان. أنا اليوم اتصلت غير باش نطلب منك واحد الطلب إذا كان ممكن زعما وجات على الخاطر ديالك. بكل فرحة بنتي. الله يبارك فيك دكتور. ألوغ بغيت غير تدعي لي مع الزوج ديالي كيعاني بزاف ديال المشاكل ونتمنى من الله يرفع عليه هاد البلاء اللي عطانا الله سبحانه وتعالى من الحمد لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وخاصة أن غدا إن شاء الله عنده واحد الغرض وبغيتك يا دكتور وبغيت المغاربة كاملين يدعوا معه يا رب يستر ليه الله الأمور دياله يا رحمن يا رحيم يا رب يا كريم يا بنتي يا رب يا كريم يا رب يا رب يا رب شكرا لك يا بنتي مريم يا رب آمين. هادشي علاش اتصلت بك دكتور وما غاديش ناخذ من وقت البرنامج ديالكم بزاف بزاف ديال الاتصالات بزاف ديال هذا بارك الله فيك ودعوا معاه ونسالوا الله الدعاء جميعا للزوج ديالي ان شاء الله يرفع عليه هذا الكرب اللي هو تيعيش فيه يا رحمن يا رحيم. شكرا لك لمريم شكرا لك بنتي حفظك الله ورعاك الله ونعم الزوجه ونعم الزوجه انها تكون مع زوجها وقت الضيق. الزوج قد يتعرض لفترات فيها ضيق او يتعرض لبلاء أو يتعرض لقلة الرزق أو يتعرض لمرض أو شدة في العمل. هنا كتكون الوقفة ديال الزوجة كتكون بمليون رجل. أكثر ما يحتاجه الزوج في مثل هذه اللحظات كيحتاج المساندة والعطف والتضامن ديال الزوجة ديالو، لأنها إذا كانت بجنبه تواسيه وكانت تشجعه فإنه يسترجع قوته ويسترجع طاقته ويواجه كل المشاكل والأخطار. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما كيلقى الزوجة ديال أمنا خديجة بنت خويلد كيلقاها دائما بجانبه في أشد الأزمات، حتى أنه لما كانت أكبر أزمة عنده أنه يبحث عن الحقيقة قبل أن يكرمه الله بالوحي كان يصعد إلى أعالي الجبال ويتساءل من خلق هذا الوجود ويتساءل هذه الأصنام والآلهة هل هي فعلا هي التي خلقت هذا الوجود؟ لماذا الناس يعكفون عليها ويعبدونها؟ ولماذا هذا الظلم بين الأغنياء والفقراء بين الأقوياء والضعفاء؟ لماذا هذا الميز العنصري؟ لماذا هذه السلوكات المنحرفة؟ كان يتساءل ويبحث عن الحقيقة ولا أحد يجيب. فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. تصور معي رجل يصعد إلى أعالي الجبال يدخل إلى غار مظلم ويبقى الليالي ذوات العدد هناك وزوجته يغيب عن الأنظار. ماذا سوف تقول له؟ تقول له بأن هذا عمل ربما قد لا يفيدك في شيء، هذا عبث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث يبحث عن الحقيقة يبحث عن سر الوجود حتى أكرمه الله تعالى بالوحي. ولكنه لما جاءه الوحي أول مرة شعر بالفزع وبالخوف وجاء يرتعد ويرتعش. أين فر؟ فر عند زوجته لأنها مصدر الحنان والعطف. قال زملوني زملوني دتروني دتروني. فقامت الزوجة وغطته بلحاف وبدأت تهدئ من روعه. وماذا قالت؟ قالت كلام جميل. كل زوج إذا سمع هذا الكلام من زوجته فإنه يسترجع الطاقة ويسترجع القوة ويقف بكامل المسؤولية يواجه كل الصعاب. قالت له يا محمد والله لا يخزيك الله أبدا. كلمة زوينة تقول لك مراتك انت راك عمرك ما تخسر، يعني شهادة من عندها. كاين اللي كتقول لك عمرك طفرو او تقول لك شي كلمة اللي هي قاصحة كتشعرك بأنك بالإحباط.
لكن لنا نموذج رفيع في أمنا خديجة بنت خويلد. قالت له يا محمد آنذاك لم يكن بعد رسول، قالت له والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتساعد على نواهب الدهر. قد تقول لي الصفات دياله، قالت لي انت فيك صفة حسنة، كتمشي عند العائلة كتصل الرحم تزور العائلة والأحباب ديالك، وإنك تغيث الملهوف، شو واحد ملهوف وكيقلب شكون اللي يساعده ومخلوع، انت كتقدم الإغاثة كتدخل ما كتقولش ما شغليش، وإنك تعين على نوائب الدهر، شو واحد تغلب على الحياة المصاريف والمشاكل كتدخل وكتقدم يد المساعدة. ذكرت لي الصفات الحسنة دياله. هذه الكلمة الطيبة وقعت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقعا عظيما، وجعلته يشعر بالقوة ويشعر بأنه يستعد للمواجهة. هكذا يحتاج كل الرجال إلى كلمة طيبة من زوجتهم. للا مريم انت بنتي الحمد لله، كان شجعك وكان ساندك أنك واقفة بجانب زوجك في مثل هذه المحنة، هي محنة وتزول، لأن الله عز وجل كتب على كل واحد منا نصيب من البلاء والمحن، ولكن البلاء يتبعه اللطف، هذه قاعدة، كلما جاء بلاء يتبعه اللطف، البلاء ما يطولش، لأن اللطف الإلهي يأتي سريعا لكي يحجب عنك البلاء ويغدق عليك من نعم الله. فنسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويبارك فيه. وكنقول السادة المستمعين، أختكم مريم تقول يا معشر المغاربة ساندوني بدعوة، فزوجها غدا عنده غرض، ولعل الله تعالى يفتح له الأبواب المغلقة ويرزقه القبول. فاللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا رب هذا الزوج المبارك هيئ له من أمره رشدا، اللهم اجعل كل عسير عليه سهل يسير، اللهم افتح له الأبواب المغلقة بحق قولك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح له الأبواب المغلقة وارزقه يا رب رزقا حسنا بحق قولك ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم يا رب وارفع شأنه بحق قولك ورفعنا لك ذكرك. اللهم يا رحمن يا رحيم أسعد الزوجين وأسعد كل زوج وزوجة، يا رب كل زوج وزوجة، اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وألفة ومحبة، اللهم حقق الرجاء وبلغ المقصود، ومن كان غير متزوج فهيئ له من أمره رشدا، وألحقه بالصالحين واجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.